أنا دكتور محمد، يعني هل امتدح الله المؤمنين لما قال يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ الطمع هنا في مقام المدح تراه؟ والله هو حينما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي أنه يجب أن تحبه بقدر ما تخافه، وأن تخافه بقدر ما تحبه. نعم. هذا الموقف الأكمل، يعني جناحين مولا. نعم. في جلال وفي جمال. نعم. فينبغي أن تحبه بقدر ما تخافه، وأن تخافه بقدر ما تحبه. نعم. فلذلك الإنسان بين الطمع وبين الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ويراها ليست كافية لما يطلب، مقصر دائما، عندئذ تشمله رحمة الله. ولذلك أرى أن العبد نحو ربه كالطائر الذي يطير في الأفق، له رأس وجناحان، الرأس هو محبة الله، وجناح خوف وجناح رجاء، يجب أن يوازن بهما، أن تقوده تقود الاثنين محبة الله عز وجل. خلاص عندما يحب الله يحبه الله يحبهم ويحبون، يدخل في المعية. نعم جميل. نعم. يعني ورد عن رابعة العدوية لما قالت اللهم إن كنت أعبدك يعني خوفا من نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكني أعبدك أنت لذاتك. هل نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الأثر توافق عليه بداية؟ ما قاله الأنبياء إطلاقا. نعم لا قالته واحدة لا من الصالحات. نحن تعبدنا الله بقول الأنبياء. لا نحن لا نوافق على هذا. أنا بصراحة أدعو الله وأعبد الله عز طمع وجل في الجنة. كان لا كي يجيرني من عذاب جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا عايز أكون تبع النص ده. أما يقول أن هذه تهويمات كبيرة قد لا، يعني الله أعلم بمن قال. لا أنا تمام. يعني عمي يدعونه خوفا وطمعا، يبقى مش يدعونه حاجة تانية. خوفا وطمعا، خوفا من ناره وعذابه وسقطه، وطبعا في جنة. ولذلك الله يرضى عن بلال رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. ما شاء الله عليه، تقوم من النوم تقول دعاء، تقف أمام المرأة دعاء، تتوضأ دعاء، بعد الوضوء دعاء، تدخل المسجد دعاء، البيئة كل شيء في سك، ومعاذ تعلم منك ويمسك رايات العلماء يوم القيامة. أما بلال على قدر حالي في الحفظ، قال فماذا تقول يا بلال؟ قال يا ربي أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن، فسمى الذكر دندنة. جميل فلندندن كلنا، فلندندن كلنا بإذن الله تعالى. والصحابة افتقروا فانتصروا، وفي موقف آخر اعتدوا بالعدد فلم ينتصروا. لا الأصل الافتقار إلى الله عز وجل، افتقار هو أصل التوحيد.